عادت الحياة إلى شوارع العاصمة بغداد إلى طبيعتها صباح هذا اليوم بعد ليلة رافقتها تظاهرات وقطوعات للشوارع وزخم مروري بسبب جلسة مجلس النواب والأحداث الأمنية التي تابعت الجلسة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مراسلنا من العاصمة بغداد بدر الركابي. بدر، مرحبا بك. ضعنا في صورة الأحداث اليوم. نعم زميلي، أتواجد الآن في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. الحياة عادت تدريجيا هنا إلى قلب العاصمة، بالإضافة إلى المناطق الأخرى في مختلف جوانب العاصمة، كان في الرصافة وكذلك في الكرخ. نتحدث عن عودة للدوام السيابية في الحركة. كان هناك زحام عند ساعات الصباح الأولى نتيجة لتوافد الموظفين إلى دوائرهم، ومن بعد ذلك خف الزحام المروري، ونتحدث الآن عن هدوء. عاد المواطن يتحرك اليوم هنا في العاصمة بعدما حدثت من اضطرابات وصخب عاشه المواطن يوم أمس هنا في العاصمة بغداد، ولكن هذه العودة اليوم يعني أتت ولكن بترقب وكذلك بحذر وخوف من مجريات الأحداث وكذلك من تبعات أحداث يوم أمس، وكذلك أيضا ترقب للأحداث المقبلة التي ستكون حاضرة أيضا هنا في ساحة التحرير وكذلك في ساحة النسور في 11، وعودة تجدد التظاهرات والذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين. بالتالي نتحدث عن عودة للحياة الطبيعية هنا في بغداد. كما تشاهد يعني زميلي المصور، إذا نضع المشاهد حاليا بالصورة وتشاهدون حاليا هذه هي ساحة التحرير، تشاهدون هناك انسيابية في حركة المركبات، عودة للمحلات وكذلك البسطات تفتح من جديد، مزاولة الأعمال رغم بعض من القلق والتخوف من الأحداث وتطورات هذه الأحداث. لكن على ذكر التخوف والقلق بدر، يعني نعم كيف رأى الشارع العراقي ما حدث يوم أمس؟ يعني إن تحدثنا مثلا عن مجريات الأحداث التي حصلت يوم أمس، فهي يعني خطوات، يعني كانت تظاهرات تروم لربما كما تحدثوا عن خطوات إصلاحية يهدفون إلى مطالب معينة. المواطن كان مترقب، كان أيضا متفاجئ من قطع الشوارع. أوصال بغداد قطعت بشبه يعني بشكل شبه كامل، نتحدث عن قطع لأغلب الطرق لأغلب الجسور، أيضا حتى كانت هناك صعوبات صباح يوم أمس بوصول الطلبة إلى امتحاناتهم، بالتالي هذا ولد خوف وولد قلق وأيضا امتعاض لبعض من الشرائح المجتمعية لهذه الأحداث. اليوم نتحدث عن يعني انفتح لأغلب الطرق والجسور، نتحدث عن إغلاق فقط لجسري الجمهورية والسنة كما تشاهد الآن من خلفي، يعني نتحدث هنا لغاية الآن جسر الجمهورية هو مغلق بشكل كامل أمام حركة المواطنين وكذلك حركة المركبات. كما تشاهد بهذه الصورة القريبة التي تصل الآن، هو مقطع به الحواجز الكونكريتية بأكثر من حاجز، وأيضا هذا الأمر هو مشابه لما يحدث الآن أيضا في جسر السنك، أيضا هو لغاية الآن مقطع في هذين الجسرين، القطع مستمر، ولكن فيما يتعلق ببقية الطرق والجسور التي كانت مغلقة لغاية ساعات متأخرة من ليلة يوم أمس هي فتحت، خصوصا بعد توجيهات قيادة عمليات بغداد بفتح الطرق، خصوصا بعد انتهاء الممارسات التدريبية والأمنية التي كانت تتضمن انتشارا وتدقيقا أمنيا كما تحدثت عمليات بغداد، وأيضا متابعتها للأوضاع الراهنة التي كانت تحصل. فبالتالي المشهد الآن هو هادئ وأيضا معه نوع من الخوف والترقب والقلق للأحداث وما سيحدث أيضا. إذن هناك تخوف من قبل الشارع من تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى. تحدثت عن أن جسري الجمهورية والسنك ما زالا مغلقين حتى الآن، كيف يؤثر هذا الإغلاق على حياة المواطنين؟ يعني زميلي فعليا يعني عفوا نتحدث عن جسرين مهمين في العاصمة بغداد يربطان بين جانب الرصافة والكرخ، بالتالي
إن كان مثلا جسر الجمهورية وجسر رئيسي هنا في العاصمة بغداد بحركة المركبات وحركة سير المواطنين، فبالتالي يؤثر على حركة المركبات، على الزخم المروري، يضيف عبء على شوارع العاصمة بغداد. ولكن تحاول يعني مديرية المرور العامة استيعاب هذا الأمر وكذلك عدم حدوث زحامات مرورية خانقة نتيجة لاعتماد طرق وبدائل أخرى بخطط بديلة من أجل سحب وامتصاص هذا الزخم المروري عبر طرق أخرى وتغيير لبعض الخطط الخاصة بالمرور وحركة سير المركبات، بالتالي قد لا يؤثر بشكل كبير على حركة المركبات، لكن فيما يتعلق بالمواطن فهو يتضرر حتميا بهذا الأمر، خصوصا وأن جسر الجمهورية وجسر السنك هو مرتبط بمناطق حيوية تقع في قلب العاصمة بغداد، لديها ارتباط مباشر مع المواطن بمصالح الناس بأيضا أرزاق الناس، فبالتالي أكيد هو يؤثر اليوم على حياة المواطنين. أيضا كما تحدثوا لي قبل قليل عدد من المواطنين هم قد لا يعني يعترضون على عقد الجلسات خصوصا بعودة المسار الدستوري للمؤسسة التشريعية، ولكن يعترضون على قطع الطرق وقطع الجسور وأيضا يعني إصابة يعني العاصمة بغداد بحالة من شبه الشلل كما تعرضت إليها يوم أمس، بالتالي هم يتوافقون مع أي خطوات تتضمن المسار الدستوري، ولكن أن تبتعد عن يعني انعكاسات سلبية على الشارع وكذلك يصل امتدادها إلى المواطن والإضرار بمصالح المواطنين وكذلك بقوت المواطنين، خصوصا ونحن نتحدث عن مناطق مركزية حيوية هنا في قلب العاصمة يعتاش أغلب من يتواجد فيها على القوت اليومي، كون رجلهم هم من الكسبة بالتالي يتأثرون بشكل سلبي في حال كانت هناك قطوعات تحدث هنا في هذه المراكز الرئيسية هنا في قلب العاصمة. مراسلنا من بغداد بدر الركابي، شكرا لك على هذه التفاصيل.